خيانة أبو الروب لصبا شمعة. مع مدام علاقة وإعلان أبو الروب لحفلة كبيرة وبحضور أبرز اليوتيوبرز العرب، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قبل فترة ظهرت شخصية غامضة على الإنستغرام أطلق عليها اسم مدام العلاقة، وهذه الشخصية انتشرت بسرعة في الأردن وفي السوشيال ميديا عامة، وتميزت هذه الشخصية بردها القوي على اليوتيوبرز وبشخصيتها القوية جدا. فبعد أن قامت مدام علاقة بنشر آخر إطلالة لها عبر صفحتها بالإنستغرام، قام أبو الروب بمراسلتها وعلق عليها ذبحتيني، لتقوم مدام علاقة بنشر محادثتها مع أبو الروب، وأيضا قامت بعمل تاج لصبا لترد صبا عليها عبارة لسه ما بلشنا. وأيضا صبا بالأمس وصلت لمليون متابع على صفحتها بالإنستغرام، ألف مبروك لها. كم كنتي فولورز قبل امبارح؟ 640 ألف. هلا وصلت المليون. أبصر ما صار فيه حدث مهم جدا جدا بالحياة. لا متكلفة علينا. الخبر التالي لدينا هو إعلان اليوتيوبر أبو الروب عن حفلة يوم السبت المقبل بمناسبة خطوبته مع صبا. وأعلن أبو الروب أنه سيعزم كل اليوتيوبرز، فمن تتوقعون أن يكون حاضر من اليوتيوبرز المفضلين لديكم؟ صح صح صح، في حفلة خطبة إن شاء الله يوم السبت، فبدي إياكم تترقبوا ستوريات السبت. يكون شيء كثير حلو، كل الناس بتحبوهم جايين. اترقبوا، بدنا نولعها رقص يا جماعه، رقص كيف عرفت مقاس اصبع صبا؟ يا جماعه صبا يعني صار لي سنه فوق السنه كل يوم بشوفها، فبعرف عنها كل شيء يعني. بعدين اصلا الخاتم طلع كبير عليها نتفه، فاليوم اللي بعده راحت صغرته، فيعني ما جبته بالضبط بس يعني ها قريب. هل الخطبه مقلب؟ لا والله والاقسم بالله يا جماعه، هاي الخاتم هي اقسم بالله حقيقي. لسه في ناس شاكين، في ناس صحابي بيرنوا علي شو بتعمل في مقلب. لا حقيقي والله توقعت لو بطل مغناطيس لما اخطب، بس اللي صار اشي مختلف، صرت مغناطيس اكثر والله. النساء بنجذبوا اكثر للخطبين طلع. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو مثلكم، بشوفكم بالفيديو الجاي.